الرموش بيعملوا لي مشكل لانه جوزي كل ما يشوفهم واقعين بالشاور بفكر في شيء هيك له اجرين عمال يمشي وبصرخ. ليش ميك اب فور ايفر؟ لانه يو كان تراست ذيم، لانهم كثير بروفيشنال. بحب كثير البراشز اللي عندهم اياه هون، وبحب كل شيء تاعهم، وبحب الالوان الحمراء. اول مره حطيت ميك اب كان عمري شي 14 سنه. بحب اللون الابيض كثير، خصوصا على الكاميرا بحسه هيك بيضوي. سر عني قد ما انا رايقه ولطيفه وهيك، اوقات بكون عندي هيك ردات فعل انفعاليه، يعني بفعط بسرعه اوقات. رمضان في هيك دفى وفي لمة العيلة، فبحس انه هالعيلة بتجتمع كلها سوا وكأنه عم بتشاركوا محبتهم لبعضهم على الطاولة. من اسبوع كنت بمول، كنت بدي اغير الحمرة اللي بدي اطلع فيها على الهواء. البيوتي ادفايزر اللي بميك اب فور ايفر اعطتني حمرة واصرت عليها. انا وفيلي بعد ما حسبت قلت لها شو اسمك؟ قالت لي زينب. قلت لها يعني يا رح تاكليها كومبليمان يا رح تاكليها كلمتين من حديث البلد، ما تروحي هالحلقة بس. ثانك يو زينب. مساء الخير، معكم منى ابو حمزة. مستغربين ليش عم تشوفوني هون؟ انا معكم ليلى من قناة ميك اب فور ايفر ميدل ايست. هاي، معكم عصمة هاشم سيلبرتي ميك اب ارتست من البحرين مع ميك اب فور ايفر حلوة رمضان سيزون 2. اوكي، رح ننقي هيك الالوان اللي بترحلي. معصومة رح تساعدني لانه انا بالميك اب ماني كثير شاطرة. اوكي منى، الحين رح نلعب لعبة حلوة اسمها تشوز اور دير. انا بين ايديك مأمنة على كل شيء. يلا. اوكي، سو يو هاف تو تشوز. اوكي؟ اوكي. بين احنا اتفقنا من قبل بس انه يعني التروث مني لحالي رح اخبركم اياها بدون جميلة. اي فليتس جو للدير، شو رأيك؟ خلاص، يو دير. نجمع البرودكتس اللي حقنا اللي بعدين نتقاسمهم عقب التصوير. اليوم ساسورة رح تدلليني، يعني ما في ولا توب كاميرا ولا ستريس ولا شيء. اليوم لعب، نختار وش البيس الفاونديشن. رح اختار من الترا اتش دي فاونديشن ستيك. اوكي. كونسيلر رح نختار بعد الالترا اتش دي كونسيلر. هاي يجنن منى، بحب الكونسيلر لان عندي شويه تعب هون تحت العيون. اي هو يعني يغطي التعب بس في نفس الوقت خفيف على السكن. يمكن رح نكس لونين، لون شوي وسط ولون فاتح. رح نستخدم سكن بوستر از برايمر. هذا بيعطي هيك يونغ قبل ما نبلش. اي يعني از برايمر للسكن وبشد البشره. أوكي. بعدين رح نستخدم اللوز باودر سوبر مات. مات دائما احلى للكاميرا. ايوه. وعندنا هني الارتست فيس كلر. هدول للكونتورينج. البنانه هي جنن مع البيج. اوكي. وبنختار لون شوي اغمق من الكونتور. اوكي. انا عجبني هاي الباليت الجديد ستارلت. فيها الوان ترابيه، انا بحب الالوان الترابيه. أيه. وصاير يعني في التكستشر في مات وفي شمري، فاحسها هاي بفيدنا حق خلطه لوك اليوم. وبعدين اللاشز، الرموش بيعملوا لي مشكل لانه جوزي كل ما يشوفهم واقعين بالشاور بفكر في شيء هيك له اجرين عمال يمشي وبصرخ. انا راح اختار هاي الرموش لانه شويه بنسوي فوكس على الايز. اوكي. وبعدين في شيء اخترته بيكون اكسكلوزيف، يعني راح نستخدم حق الحلقه. خاي لالي. اي شوف هاي الباليت، هاي الاندر بينتينج الكوركترز مع الفاونديشنز. اوكي. هاي اتس ايفريثينج، حاسه حالي بينتينج يوم دروينج. أي. يعني أي. بدك تقعدي تشتغلي اليوم مثل الرسم. اليوم بنرسم. اوكي، هاي شيء سبيشال اخترناه. انا احب الحواجب تكون ناتشرال، فراح اختار هاي اللون. اوكي. ممكن نخلطها مع لون ثاني على حسب. راح تزيدي لي الحواجب. اي اي انا حابه شوي نسوي شوي اليوم لوك بوشي اي براوز. اوكي اوكي. بتخيل لو اليوم ما بقى كانوا بياخذوا دافينشي وهيك، كانوا بياخذوكم انتم مشان يحطوا البيفور اند افتر بفيرساي مثلا او بايطاليا. صح. ميك اب ارتست. ايلانر.
اوكي اوكي نجي حق الليبستيك. هيدا اهم شيء. شو الالوان اللي تحبينها الليبستيك منى؟ صرت مغيره هالجمعه شيء 5 لانه بدي اطلع على الهوا نيود، بس اللي بيطلع نيود بالحقيقه على الكاميرا بس تفتح عم بيطلع كاني مني حاطه شيء وما ما عندي كونتورينج، ففي شيء يبين نيود بس كمان ما يبين تمي ابيض على الكاميرا. هو دائما لان الفلاشات والاضاءات تمتص من الالوان، فالواحد لازم في الرياليتي يغمق اللون عشان يطلع اللون اللي في باله في التصوير. صح. رح اختار يمكن 3 الوان بجرب بينهم. اوكي اوكي. هيدا فيرني مانيكير. هاي ليبستيك. ليبستيك شكله مثل المانيكير. حلو شكله. عنجد شكله مثل المانيكير. شو جاي يعمل هون؟ كثير مهضوم. بعد نختار الوان تقريبا نفس الشيء، ممكن نمكس بعد. انا بحب المات. اي هاي الليكويد ليب مات. مات اتس سوبر مات وبضاين. صح وهلا التندنسي بضاين. بضاين اي يدوم ويدوم. يدوم. اعتقد شيء خلاص نكون خلصنا. بساع شوي. بساع شوي. يلا ناخذ شيء بعد. انا نحن بالكاندي لاند تبعون الكبار. هلا حاسه حالي. صح اتهز. بعتقد في حدا عم بيشوفنا. شيل. يلا نشيل بعد. يلا في معي شيء عم إذا خاطرك أي شيء. أوكي فينا نرجع؟ أي وقت. أي وقت. It's ours. يلا منى جاهزة؟ يلا أنا عم very excited. إيدي تحكني. دايماً بدك تبلشي؟ دايماً أقول لأحلام إذا إيدي تحكني يعني السالفة فيها إبداع. خي يلا لكن هيدا فيل خير. بلشي. يلا. أوكي نبلش بالسكين. هنستخدم ميستم فيكس. هذا بيحبيت يعطي ويك اب كول للسكن. بعدين نحط السكن بوستر. عم بتذكر ساسو وقتها امي مثلا كان كل الكونسبت بالميك اب عندهم هي الحمرة وشوية ماسكارا وقلم بنص العين. اي اهم شيء او كحل. كحل كحل. اي والحين شوفي شو سبيشلايز صرنا. انا بنتي عمرها 5 سنوات اذا عندها شيء حفله بيرثدي ولا شيء تقول لي ماما حطي لي كونتور. فرخ البطعه وين. وتعرف بعد يعني اسماء البرودكتس وكل شيء. الحين راح نستخدم الترا اتش دي الستيك. اوكي هيدا معمول خصوصا للهاي بيكسلز يعني لحتى بس الكاميرا تاخذ كل التفاصيل مع ال 4K كاميرا. فهاي رقمه Y335. طبعا قاعد استخدم برش نمبر 154. يعني من قبل بسندريلا تجيب الماجيك ستيك. اي بتعملها هيك فهلا فينا نستعمل هيدي مثلا. اي مثلا هيدي الماجيك ستيك. الحين راح نستخدم هاي الباليت الجميل. شوفي احنا راح نستخدم بس حق تحت العيون عشان شوي انا عندي هون هيك شيء داخلي لجوا. اي راح اخلط الاورنج اوكي مع شويه بيتش. اوكي وهاي البراش رقمها 228. اوكي نحط شيء بسيط بس. شلون كانت البدايه يعني اول مره طلعتي على الشاشه؟ كان صعب؟ كان صعب لان كان صار لي كثير، كان صار لي 15 سنه متخرجه وما اشتغلت ودرست شيء ما دخلوا بالتلفزيون يعني علوم سياسيه. حلو. بس بعتقد انت يعني بتنطبق على الكل بس تكوني بتحبي الشغله بتعطي فيها. صح 100%. صح ساسو؟ صح. هاي احنا. هاي احنا نستغلها فرصه عشان نوجه تحيه حق فاهد من استوديو لانه وي ار كوتينج. انا كمان أي. ما تعرفت عليها بالحقيقه بس احب اتعرف عليها عن قريب. الحين هنا ايش سويت؟ قاعده افتح شوي عشان اعطي بوست حق تحت العين. اوكي وراح ابلش تقريبا بالهايلايت وبعدين بالكونتور. الاماكن اللي حابه ابرزها راح افتحها. الحين ممكن شويه بدك اعلي لك اتحول هير ستايلست لحتى نقدر. سوري عم بنزل الشعر. عم بلبكك. هيدا دبوس منيحه روعه. اوكي الحين عندنا هني هاي الجو لاين نفتحها شوي علشان يبين جماله لان انت ما شاء الله يو هاف ات يعني. اوكي الحين راح نستخدم شوي لون دارك
من اللي بيحبوا قلبك. هيدا اللي بحدد بقى. ايوه هلا بلشنا نقسم الفيس. اي حتى الجو لاين عشان يبين منحوت. اوكي رح اعلي لك الميل الثاني. أيوة. كمان بالمراحل. ايه عم بعطيك اياهم. يلا يلا ذكرتيني ماليفيسنت. ايوه مش معقول كيف غيروا لها البون ستراكشر، كيف بينوا لها لانجلينا جولي هال الحين نحاول قد ما نقدر ان نوزع بس بطريقه انه ما ينخلط كل شيء مع بعض. يعني انه اتس ذير بس مثل بس ما نشوف الحدود بشكل واضح. نشوف الحدود. ايه ودي تشوفين الفرق قبل وبعد. خلاص في اخذ المرايه. اي شوفي بعد البلند في غير وجه. يعني صار في غير وجه. هلا الحين وصلنا لمرحلة ان نثبت كل شيء. فراح نستخدم سوبر مات لوز باودر. الحين قاعدين نستخدم برش 142. دائما نثبت اول شيء تحت العين علشان يعني اكثر منطقة ممكن يخطط فيها الكونسيلر لانه دائما في حركة. ايوه انا عندي هيدا البراش بستعملها لايك. ايوه 128 از اميزنج حق الوجه كله. نسوي شويه بيكنج عشان ينور مناطق معينه وينشف البشره. انا كثير بهمني ليش النظره للجمال بتتغير. اي الجمال قال دائما مرتبط بالوضع المادي. يعني دائما الناس بينظروا للطبقه الارستقراطيه انه هي الاجمل. اي او من زمان كانوا يحبوا البيض لانه البيض معناتها اللي ما بيشتغلوا بالارض. أي. اللي ما بيقعدوا بالشمس واللي هن بالشمس واللي هن بنات العيال اللي مرفهين. أي. اللي بتقعد ببيوتها. بعدين رجع صار انه لا السمر هن اللي بيقدروا يسافروا بيقعدوا على البوتس وبيعملوا تاننج. وبيعملوا تاننج لانه طريقه الحياه تغيرت. بطلنا مجتمع زراعي وصرنا مجتمع بيسافر وبيروح وبيجي. أي. فانه كثير غريب انه كيف نظره الانسان للجمال دخلها بالعنصر المادي. اي صح. يعني بنات المرفهين حتى البنات المرفهين هن اللي كانوا يبقوا عنا العرب اللي يبقوا بكناء مثل ما بيقولوا تبقى مليانة. اي اي يعني ناصحة معناتها عم تاكل منيح يعني راهية يعني بنت عز. بنت عز عم تاكل منيح. هلا لا البنات المرفهين هن اللي فت واللي فيهم يروحوا على الجيم واللي عندهم دايتيشن بيتيز واللي بيعملوا تريننج شوفي ايه يعني صح مرتبط بالرفاهية على بالرفاهية. فكرة صح. الحين بنبلش بالعيون فراح نعمل كونتور حق الايليد عشان نوضح الايليد. فراح استخدم باليت جليتسي هاي اللون اسمه موكا. اوكي وراح استخدم براش 242 اللي هو البني على لون البن اكثر يعني. اي مثل لون الموكا. مثل لون الموكا اكزاكت. وللعيون كل ما صغرنا البراش كل ما بتكون حق مناطق أدق. الحين راح نستخدم فرشة رقمها 214. لا شو هاي؟ هاي رفيعة راح أرسم فيها الكريس. فراح أستخدم نفس اللون الموكا وراح أخلطها مع شوية بلاك من باليت ستارلت. هاي اللون الأسود الفحمي أسود غامق بس راح أحط منه شيء بسيط علشان اتدرج في دمج الاي شادو عشان يطلع عندي دمج ولا بتطلع مثل لون الباقيين. اي انت شخصيا بتفضلي الليكويد اي لاينر ولا كاي لاينر؟ انا يعني عموما افضل الجل بس مرات يعني حق ميك اب يومي سريع الليكويد اي لاينر بيكون سهل. الحين بدي نضلل تحت العيون. ستيل قاعدين نستخدم موكا واللون الاسود.
احلى الوان هيدي. اي هاي الجل ايلاينر. حاليا قاعده استخدم هاي الشيت على موف شوي. أي. على مساين. استخدمنا لاش سي 704. يعطي وقت شوي يجف. ينشف. نص نشا. نص نشا. أقل من نص بعد. ربع. ربع. أي. بسوي طريقة شوي تعطي لمعة في العيون. أوكي. راح أستخدم ستارلت باودر رقمه 03. اوكي اوكي. راح اخذ فرشه تكون صغيره. تايني. هاي رقمها 204. عندي هيدي كمان. رش عليها. بعدين ناخذ ونحط في الكورنر شوي. اثنين توتوريال بلش اشتغل. انت بتفهم الكونسيبت ما شاء الله يعني. بس ما بعرف طبق. سريعه البديهه بس ما بعرف طبق. من الحين راح نستخدم حق الحواجب اكوا براو. راح اخلط لونين مع بعض. رقم 30 ورقم 15. وراح استخدم براش 274. لونهم طلع بيرفكت على لون حواجب منى. خلقتي اسود وبني. بني غامق وواحد شوي اشقر. اها. منى قبره سويتي موضه في الحواجب غريبه يعني، او اللي هاي اللي فتره درجه والحواجب اللي كانوا تشاينيز. رفعت من شي 15 سنه. هذيك يوم لقيت الصوره ونزلتها على الانستغرام. بدك تشوفيها؟ اي بليز. بالجاليري موجود. هذا الميك اب تبعولي. اي هاي. واو. ما بعرف اذا مبينه على الكاميرا بس شعرك دارفه. شعرك مشدود صح؟ هاي يعني من وقتك تعمل بعدين وقفت. بس حلوين. بس انه سوبر رفاع. ها كثير شفتي. بس كذي احلى. اكيد احلى. انا عاجبيني حواجبك منى، انه يعني الشعر طويل. عندها قابليه انه يصير هيك مثل البوشي اي براوز مثل مودرنز. الحين راح نستخدم الستارلت باودر. راح نحطها بس في نص الجفن، في النص شوي. هيدا شو بيعمل هون؟ يعطي سبوت لايت في النص. في نص العين فيعطي ابعاد دواية. ابعاد اكثر. نحط شوية ماسكارا اكسسيف لاش. الحين راح نستخدم برونزر رقم 15. اوكي. اوكي راح استخدم البلاينر براون. نعم. اسمه فيرساتيل تشيسنوت. انتوا عارفين هاي شنو؟ هاي ليبستيك. هاي نيو ليبستيك اسمها ارتست روج انك. اتس لونج وير مات ومات. الحين اخر ستيب راح نستخدم بلاش ارتست فيس كلر رقمه اس 310. اوكي. سمايل. نحط على ال الخدود. خدود ايه. وكان الابتسامه كانه يعني يو بلاشينج ناتشرالي. وخلص خلصنا. صار فيني اطلع خلاص. ان شاء الله يكون على ذوقك. سلم ايديك معصومه حبيبتي. انا رح اقول لك الصراحه مش الميك اب اللي انا معوده عليه. ذاتس واي يو دير. ذاتس واي وي دير. والا ما كان الكونسبت موجود. اي فيك تفردي شعرك. اي افرد شعري. اي يعني معصومه اليوم عملت انت اللي ما بحياته صار. عملتي لي ريلوكينج.
وميرسي لميك اب فور ايفر على هالاكسبيرينس الحلوه. وبعد ما خلصنا لانه في حزوره بما انه نحن برمضان. هن اثنين ومتشابهين قاعدين حد بعض ومتفقين، شعره وشعره مرسومين وعلى المسطره مسنترين، ارفاع عراض ما بتفرق، المهم يكونوا متناسقين. شو هن؟ اذا عرفتوا الجواب خمسه منكم رح يربحوا هاي الهديه. اكتبوا الجواب بالكومنت تحت الفيديو واعملوا سبسكرايب على ميك اب فور ايفر ميدل ايست على اليوتيوب. ولتعرفوا اسامي الفائزين فولو ميك اب فور ايفر ام اي اي على الانستغرام. ورمضان كريم.